احمد الششتاوي، خريجه كليه فنون تطبيقيه جامعه بنها، قسم تكنولوجيا الملابس الجاهزه، 23 سنه، ده مشروع تخرجي، وخريجه 2021. فكره الفستان جات لي من احنا المفروض في المشروع عندنا بيبقى مطلوب مننا ان احنا نعمل براند، واحنا طبعا قسم فاشن فبنبقى بنعمل كل حاجه ملابس، فبنعمل براند يكون مستلهم من اي حاجه احنا حابينها. جات لي فكره المشروع بقى ان انا اعمله حاجه تبع السياحه والحضاره الفرعونيه وكده، عشان كان موكب المومياوات وقت مشروع التخرج ما اتعمل، كان موكب المومياوات لسه معمول وكان ابهر الناس كلها بقى، وكانت اكتر حاجه الناس مهتمه بيها ايه هي المومياوات دي وتاريخهم ايه واتنقلوا فين وازاي وكده، فده اللي جاب لي الفكره ان انا اعمل حاجه مهتمه فيها بالسياحه. يعني نقدر نستخدم الباركود ان احنا هو موجود طبعا على كم الفستان، وبنعمل سكان بيفتح لنا الشاشه بقى اللي بنعمل فيها سكان، لما بعمل سكان بيدخلني على الداتا اللي موجوده جوه الابلكيشن كلها. اللي موجود جوه الابلكيشن بقى حاجتين، اول حاجه المومياوات كلها 22 موميا، اساميهم وصورهم وتاريخهم و كانوا في الاسره كام وفي عصر ايه واتولدوا امتى وماتوا امتى وخدوا حروب ايه، كل التاريخ والحاجات الداتا اللي موجوده عنهم كلها. تاني حاجه الاماكن السياحيه الموجوده في مصر، اماكن اثريه، متاحف، مساجد، كل حاجه بقى زي المتحف المصري مثلا موجود عنه اسمه وعنوانه وبيضم اثار ايه، صورته طبعا، بيفتح من الساعه كام للساعه كام، سعر التذاكر كام للمصريين والاجانب، ممكن السائح ياخد وقت قد ايه عشان يلف في المتحف كله مثلا، لو المتحف كبير فياخد وقت قد ايه، بنكتب الرينج يعني ياخد وقت قد ايه، بحيث انه يبقى برنامجه مترتب في اليوم، عارف ان هو النهارده هيروح المتحف كذا مثلا ومتحف كذا، لا ده ياخد وقت طويل ده ياخد وقت قصير، فيبقى اليوم منظم. يعني لما خلصت المشروع طبعا الدكاتره عجبهم المشروع، وطبعا بنبقى متفقين على الفكره من قبلها، يعني بيبقى الدكتور عارف اللي هو المشرف على المشروع، عارف ان انا هعمل فكره كذا وعارف ان انا هعمل فستان كذا، مختارين الديزاين سوا اللي هنفذه كل حاجه. وبعد ما عملته ونزلته على السوشيال ميديا، طبعا انا كنت متوقعة ان هو بقى الناس هيعجبها وكده، بس مش للدرجة دي، يعني كنت متوقعة انه الناس هتنبهر بيه بقى ويبقى فكرة جديدة وبتاع، بس لما الناس شافوه بقى ولقيت كذا حد بيكلمني عليه وكذا حد بيحاول يتواصل معايا عشانه وكده، فالحمد لله يعني لقى استحسان كبير. كنت عاملة المشروع التخرج كانت الديزاينات كلها سيدات، فدلوقتي بعمل رجالي واطفالي، وكلهم طبعا هيبقى فيهم الكيو ار كود، وان الكود نفسه والابلكيشن بيتطوروا ان هو مش بس يبقى مقتصر على الاماكن السياحيه والمومياوات، لا ممكن احط فيه داتا اكتر، ازود الاماكن السياحيه، اعمل فيه حاجات جديده بقى، يعني اربطها بحاجات مثلا التذاكر اللي بتتحجز للمتاحف ممكن تتحجز اونلاين، انزل الديزاينات نفسها على الابلكيشن، كذا حاجه يعني في دماغي. وتاني حاجه ان انا انفذه بقى على ارض الواقع، يعني بس عشان انفذه على ارض الواقع محتاجه حد يدعم المشروع، فمحتاجه حد يدعم المشروع عشان يتعمل له مثلا الستور وينزل فيه ويبقى حاجه موجوده يعني وتتباع على ارض الواقع، محتاج دعم مادي طبعا كتير. كفاشن ديزاينر بقى يعني اعمل براند لنفسي واعمل حاجه تانية بعيد عن المشروع، يعني يبقى براند باسمي بقى وفي ديزاينات تانية، حاجات تانية بعيد عن الحضاره عموما، حاجات سواريه كاجوال اللي انا حباه، لكن كمشروع بقى حابه ان هو يتنفذ، يعني الفكره نفسها طلع زي ما انا كنت متخيله، يعني كنت متخيله احسن من كده طبعا، لان كان وقت المشروع ضغطنا وكان في وقت معين لازم نسلم فيه ولازم نعمل حاجات معينه وكده، ما خدتش راحتي فيه قوي، فعشان كده الديزاينات اللي المفروض هنفذها بعد كده ان شاء الله هتبقى اكيد راضيه عنها اكتر.